أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة تداعيات الوضع الأمني في تعز وعودة الاشتباكات إلى المدينة. قالت شرطة تعز إن أحد أفراد الحملة الأمنية قتل وأصيب آخر أثناء قيام الحملة بملاحقة عناصر خارج عن القانون ومطلوبين أمنيا في منطقتي صنا ونقيل الحقر. أضافت في بيان أن الحملة الأمنية تمكنت من ضبط عدد من المطلوبين أمنيا وما زالت مستمرة في تعقب آخرين، مؤكدة تصديها لكل العناصر التخريبية. وشهدت عدد من المناطق في المدينة اشتباكات بين أفراد الحملة الأمنية والعناصر المطلوبة أمنيا. وقالت مصادر محلية أنه تم تعليق العملية التعليمية في المدينة فيما قطع خط البيرين جراء الاشتباكات. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما الجديد في هذه الحملة؟ وهل وقعت تعز ضحية تنازع المصالح والصراع؟ إقرار الحملة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والجماعات المنفلتة كان أول نتاج لاجتماع المحافظ الجديد فور استلامه لمهامه في محافظة تعز. ومع أول تحرك للحملة الأمنية عادت الاشتباكات مجدداً إلى أحياء المدينة. كانت البارحة ليلة عصيبة على المدنيين، وقد ذهبت السكينة والطمأنينة مع أصوات الرصاص والقذائف التي لم تأبه بحياة الأهالي ومنازلهم. الحملة الأمنية كانت قد انطلقت خلال فترة المحافظ السابق، وقيل حينها بأنها حققت أهدافها بإلقاء القبض على العديد من الخارجين عن القانون والمتورطين بتنفيذ اغتيالات بحق أفراد الجيش، لكنها ما لبثت أن عاودت مجدداً وبذات الأهداف، وقد تكون أيضاً بذات النتائج. المتابع لأحداث تعز يدرك أن المشكلة أعقد مما تبدو ظاهرياً، فالمدينة خسرت ما حققته من زخم خلال معركة التحرير، لأن القوات التي كان يفترض بها استكمال المعركة وتحرير باقي المحافظة من سلطة الميليشيا الانقلابية بقيت في الأحياء المحررة وتداخلت في مهامها مع أجهزة الأمن والشرطة، حتى قسمت المدينة إلى مربعات أمنية بين عديد من القوات، حتى أن الجبايات والضرائب أصبحت عنواناً لكثير من الاشتباكات التي روعت المدنيين وقتلت عديداً منهم. لكن ليست تعز وحدها من جنت على نفسها، فهناك من يخطط ومن يدعم هذه الفوضى، هناك من أوقف عملية التحرير، وراء الظرف هناك تختبئ قواً إقليمية إذا ما أردت المواربة بالتعبير. ولأن الظرف والمنطقة يحتم المباشرة في تسمية الأطراف، فإن من يقف خلف هناك وخلف القوى الإقليمية هي الإمارات، وبمباركة من الشريك الآخر في تحالف الحرب على اليمن. أبدأ النقاش مع ضيفي من تعز الكاتب الصحفي أحمد شوقي. أحمد، أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك أخي سامي. بداية، كيف تتابع ما يحدث في تعز؟ والله حالة من الفوضى وحالة من القلق وحالة من الخوف وحالة من الرعب، يعني تلبست سكان مدينة تعز منذ الأمس، يعني بعد ما قيل أنه حملة أمنية تم تدشينها. كمية ونوعية السلاح الذي تم استخدامه خلال اليوم والبارحة لا توحي بأن الموضوع متعلق بجانب أمني بقدر ما هو معركة حربية مسلحة، مواجهة عسكرية يعني واسعة، التحركات حتى في إطار استراتيجي، في إطار سيطرة، في إطار تضويق، في إطار تمتروس، يعني شغل مرعب وشغل مخيف. وطبعا المدينة تقريبا مشلولة والناس مصابة بالرعب في بيوتها بسبب هذا الاشتباك الحاصل. كما أخبرتك نوعية السلاح المستخدمة هي لم أشهد مثل هذا النوع من القتال سوى في المعارك التي كانت تجري مع الجيش الحوثي في عام 2016 وربما في 2017 نادرا يعني. وبالتالي نحن الآن في وضع لا نحسد عليه، وضع مقلق جدا ومتخوفون يعني مما سوف يحدث. طيب، هذا العنف والفوضى وكمية الرعب التي تتحدث عنها تشير إلى ماذا يعني؟ وكمية الأسلحة وصعوبة الوضع الحالي الآن على الناس؟ تشير إلى أننا للأسف نحن 500 ألف مواطن داخل مدينة تعز أصبح يلعب بنا مجموعة من الأطفال من المراهقين بصرف النظر عن أعمارهم، لكن لديهم كمية تسليح مرعبة، سلاح ضخم جدا، سلاح كبير، سلاح قوي لم نراه حتى في المعارك.
مع الخصوم مع الحوثيين، أصبح الآن يستهدف 500,000 مواطن داخل مدينة تعز. نحن الآن للأسف مهددون بالقتل، مهددون بالتدمير، مهددون. يعني أنت الآن إذا تابعت الأخبار، يعني اولا الاطراف التي تقاتل الان باسم انه هناك حمله امنيه وكذا، وانا لا ابرئ الطرف الاخر، لا ابرئ من هم مطلوبون ايضا من المسؤوليه، لكن هم اولا هم الطرفين هم صديقين اساسا، يعني يوسف الحياني وخصومه الان هم اصدقاء بشده ولفتره طويله، تمام؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين انهم في لواء واحد، يعني هم في اللواء 170، تمام؟ وكذلك اللواء 22، وهو اللواء 170 اللواء 22 متداخل فيه اللومي نفسه مسيطر على اللوائين. رقم ثلاثة انه المشكلة التي حصلت هي مشكلة يعني كما يقال بالدرجة التعزية مفصعين، ناس جاءوا الى يعني يشلوا قاتل من سوق القاتل، جاءوا يعني ناس اخر في بينهم مشاكل قتلوا واحد، طيب بعد اسبوعين مات الاخر راح ينتقم، تمام؟ مشكلة يعني مفصعين، يعني ناس معاهم سلاح وكذا وقالوا تتقاتلوا، فجأة تحولت القضية الى يعني معركة كبيرة جدا وخصومات وثارات باسم حملة امنية باسم مش عارف ايش، تمام؟ والناس قاتلوا بس محاصرة. اليوم أحرق منزل يوسف الحياني هذا، واختطف أبوه كما تقول الأخبار والمصادر نفسها التي الآن تتحدث عن حملة أمنية، تمام؟ هل هذا السلوك، هل هذه الممارسات هي ممارسة أمنية بالفعل؟ وهل ما يحدث الآن هو مسألة متعلقة بضبط عناصر خارجة عن القانون أم أنه صراع على النفوذ؟ الآن نلاحظ أنه الصراع ما بين الشباب سأعود للنقاش معك أستاذ أحمد، ونتناقش أيضا في التساؤلات التي طرحتها أن ما يحدث هل الهدف منه ضبط الأمن أم صراع نفوذ كما تقول، وأيضا هل المشكلة هي فقط مع من وصفتهم بالمفصعين. أعود ورحب بضيفي من تعز أيضا الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. أهلا أستاذ عبد الهادي. ألو، نعم أخي. أستاذ عبد الهادي، كيف تبدو لك الصورة في تعز وكيف تتابع ما يحدث اليوم في المدينة؟ أعتقد تبدو الصورة واضحة تماما في تعز بوضوح عند ملاحظة ما يجري هنالك صراعا تقوده مؤسسة الأمن، وهي مؤسسة رسمية عبر اللجنة الأمنية بتكليف من أعلى سلطة في المحافظة، وهي جزء من مهام تقول الأجهزة الأمنية أنها مهام مؤجلة منذ أكثر من عام لضبط مجموعة خارجة عن القانون متمثلة في بعض الأحياء في المدينة، تمتلك إمكانيات هي حددت لجنة عامة أولاً تتكون من الداخلية بأجهزتها المختلفة، الأمن العام والأمن وما يسمى بالقوات الخاصة وقوات النبذة بالإضافة إلى الشرطة العسكرية. وأيضاً في حالة أنها تشعر بعدم توفيق لديها إمكانية الاستعانة بالقوة العسكرية من الأولى الموجودة تحت القرارات وتكليف اللجنة الأمنية العليا، هذه اللجنة مشكلة من قادة الأمن والوحدات ومدير الأمن والوكلاء والمحافظ، أي من أدوات الدولة الخشنة والمرنة في تعز المؤسسة. علينا أن نترك هذه المؤسسة تمارس عملها، وأي أخطاء هنالك فيما بعد إجراءات بحسب القانون يجب أن تطبق عليها، لكن أن تعاق هذه المؤسسة أو كل ما تتحرك يبدأ نوعين الطريق ضد المؤسسة، وبالتالي لن تعيش المؤسسة ولن ينجح محافظ ولن ينجح أيضا الأمن. هذه مسائل مرتبطة بأدوات الدولة الخشنة، وأدوات الدولة الخشنة أشبه بالتدخلات الجراحية في العمليات الجراحية الاضطرارية. طيب، ما بين الرأيين الذين طرحهما الأستاذ أحمد من تعز أحمد شوقي أن ما يحدث البعض يراه أنه ضبط للأمن داخل المدينة، والبعض الآخر يراه أنه صراع نفوذ حاصل داخل مدينة تعز، أنت أقرب إلى أي من الرأيين؟ أستاذ عبد الهادي؟ تسمعني؟ ألو؟ تسمعني أستاذ عبد الهادي؟ ألو؟ أستاذ عبد الهادي سمعت السؤال؟ نعم، أعيد السؤال لو سمحت فقط. طرح الأستاذ أحمد شوقي ربما يقول أن الظاهر هو الهدف من هذه الحملة هو ضبط الأمن داخل المدينة، لكنه أرجع ما يحدث من حيث حجم الفوضى والرعب الحاصل داخل المدينة أنه مجرد صراع نفوذ داخل المدينة، أنت أقرب إلى أي رؤية من هاتين الرؤيتين؟ فأخي، حكاية أن يكون هناك صراع نفوذ بين من ومن، هذا الصراع القائم صراعا بين جهاز دولة يحاول أن يعود،
لممارسة مهامه كمؤسسة وجهاز دولة. وما بين قضايا مرحلة على مدى السنوات الماضية هنالك مدامع مطلوبين في قضايا أمنية. لماذا لا يسلم هؤلاء أنفسهم؟ لماذا تصل المسألة إلى هذا الحد؟ لماذا تجري المواضعات؟ هؤلاء متهمون. الاتهام لا يعتبر حكما فأكثر حاجة عنها. الاتهام إذا سلم للأمن قد يتبع أنها لا أدري مثلا أو استكمال الإجراءات من الناحية القانونية أن يتم تسليم هؤلاء كمواطنين أيا كانت مستوياتهم، أكانوا قادة عسكريين أم أفراد أم مواطنين عاديين أم أفراد في الشرطة، هم في الأول والأخير مواطنين. إن كان هناك أي اتهام إلا إذا كان الامتناع للجيش أو للشرطة يعني أطالة فهذا شيء آخر. علينا جميعا أن نقطع للقانون. القانون دائما ما يكون أعمى ولا يفرق بين أحد، لكنه يتعامل بإجراءات موحدة بين الجميع. هذا جانب. الجانب الآخر ما يحدث أن هنالك إجراءات تحاول إعادة فرضها. في الفترة الماضية حدثت اختلالات، حدثت عمليات اغتيالات كبيرة، حدث ضجيج كبير، الأجهزة الأمنية لا تعمل. قلنا دائما كلما ضغطنا المواطنون على الأمن يفرض الأمن يقول أن إمكانياتنا تصطدم بإمكانية الجيش. اليوم التزم بكامل حجته على أن يقف خلف الأمن وأن لا يكون عائقا وأن تتوحد القوى الخصمة لفرض التأمين أولا. وهذا مطلب يطلب للناس بشكل عام. هذه ما المبرر بأن تتم المواجهات مع الأشقاء وأن هنالك أشخاص آخرين مطلوبين وأنها مستمرة بالحملة إلى ما لا نهاية؟ دائما ما كانت الشرطة واللجنة الأمنية تقول في الفترة الماضية أن هناك من يتدخل على أداء عملها ويوقف عن استكمال عملها. لماذا لا تترك لهذه اللجنة استكمال عملها إلى النهاية ومن ثم تقيم هذه المسألة سواء من خلال القوى السياسية أو غير السياسية الاجتماعية الأمنية الدراسات، ويتم تصويت هذه المسائل وفق القانون أيضا. طيب سأعود لك وأستفسر منك عن كيف يمكن لهذه اللجنة وهذه الحملة استكمال عملها في ظل وجود مدنيين في المنطقة التي هي اليوم محور لهذه الاشتباكات. أعود للأستاذ أحمد شوقي. أستاذ أحمد، ما بات يعرف داخل المدينة شعبيا بالمفسعين أن تقول أنهم كانوا نوال هذه المشكلة، هل هي المشكلة فقط بهؤلاء الأشخاص؟ أخي العزيز، من هو مستهدف اليوم؟ من يقود المعسكر الآخر أو الجماعة الأخرى التي يقال أنها مطلوبة أمنيا أو أنه مطلوب أمنيا هو يوسف الحياني، قيادي في اللواء 170 دفاع قوي. اللواء 170 دفاع قوي هو لواء مشكل من عدد من المجموعات العسكرية، وهو تقريبا بشكل الأشكال محسوب على يعني جماعة الشيخ حمود المخلافي أو جماعة الإخوة في الإصلاح أو غيرهم، تمام؟ يعني الآن لواء داخل لواء واحد فيما بين البين، ناس يقبضوا على بعضهم البعض، يعني هذه كيف تشوفها أنت؟ الشيء الآخر طبعا بمشاركة مجموعة من الألوية الأخرى، الحاجة الأخرى الشيء الثاني المهم أن أجهزة الأمن والشرطة العسكرية لا تمتلك حتى خمس هذا التسليح ولا حتى عشر هذا التسليح. لماذا يتم الكذب والادعاء أن أجهزة الأمن والشرطة العسكرية هي من تزاول هذه المهام؟ الشرطة العسكرية وأجهزة الأمن لا تمتلك هذا التسليح ولا تستطيع القيام بمثل هذه المهام بهذا المستوى من القتال. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا أنه الآن يعني محاولة تغيير الموضوع أن هناك مثلا أطراف يعني تسعى للعبث داخل المدينة والكلام هذا كله، يعني ويبدو أنه من خلال الحديث أن المستهدف بالكلام هو أبو العباس. أبو العباس ليس موجودا داخل المدينة، هو خرج من المدينة كما هو معروف، ولم يعني تواجد داخل المدينة القديمة أصبح تواجد شبه رمزي، تمام؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه في بيان لأخي الكتاب أبو العباس قبل يومين قالوا بأنهم ألقوا على اثنين من المشتبه بهم في الأحداث التي حصلت أول أمس، يعني اللي هو اغتيال اثنين من عناصر اللواء 22 ميكا، تمام؟ وتم تسليمهم للجنة الأمنية، بمعنى أنه أبو العباس في ناس من أفراد وتورطوا في هذه العملية، اثنين مسكهم سلمهم للجنة الأمنية. الآن تطبيق المدينة القديمة إيش الهدف منه مثلا؟ إيش المفروض؟ إيش المطلوب؟ تمام؟
الجانب الواضح في الموضوع يا أستاذ أنه هناك مركز نفوذ موجود في المدينة القديمة وهناك مركز نفوذ آخر موجود في شمال المدينة. جميعهم هؤلاء في فترة سابقة كانوا هم ضمن منظومة علي عبد الله صالح، موجودين في أجهزة الأمن، موجودين في المخابرات، موجودين ضمن ما كان يسمى بالجبهة الإسلامية، تمام، في المناطق الوسطى. أيا يكون التسميات، هؤلاء في النهاية هم شلة واحدة. الآن يا أخي لدينا مرحلة جديدة، هناك مرحلات ضغط مساومة، انه كيف نحن نمتلك اوراق ونضغط بها على الخارج، على الاقليم، على غيره، كل واحد اللي يشتغل مع صاحبه، يعني وكيل لصاحبه. طيب انت استاذ احمد، انت اختصرت الموضوع بالحوادث الاخيره انها هي الاسباب. طيب استاذ احمد، نحن لسنا ورقا للمقامره، لسنا احجارا للنرد. طيب عيب ان يتم استخدام المدنيين كغطاء او كاحجار او كاوراق للضغط والمساومه، نحن لسنا كروت في يد احد. عيب يعني. طيب لكن قرار هذه الحملة الأمنية استاذ احمد، اسمح لي بهذا السؤال. طيب استاذ احمد تسمعني؟ استاذ احمد، قرار هذه الحملة الأمنية ان تقول ربما مسببات ما يحدث هي الحوادث التي اشرت اليها، مقتل بعض الافراد في الجيش داخل المدينة، لكن ما يحدث من حملة هي ما اعلن عنها محافظ المحافظة وقائد المحور العسكري داخل محافظة تعز. أخي، ما حدث لمحافظ المحافظة بكل وضوح أنا أتكلم، هو استدراج شبيه بالاستدراج الذي حدث للأمين محمود في العام الماضي. يعني هناك إصدار قرار بلجنة أمنية ثم تحول العملية إلى إثارات. أنا أخبرك عن إحراق منازل، وأخبرك عن اعتقال أسر واقتحام بيوت، وأخبرك عن محاصرة مدنيين. يعني سكان المناخ، مثلا سكان حي المناخ وسكان حي صينة، تمام، وهم يعني في النهاية جنب إدارة الأمن، جنب الشرطة العسكرية، ايش دخلهم بما يسمى بالحمله الامنيه؟ طيب الحمله الامنيه هذه اذا هي موجهه ضد المطلوبين امنيا، اسماء المطلوبين امنيا والمطلوبين امنيا موجودين في شمال المدينه وفي وسط المدينه وفي جنوب المدينه وفي غرب المدينه وفي شرق المدينه، لماذا التركيز على جنوب المدينه فقط بينما كل الاحياء هذه كلها لم يتم ضبط المطلوبين فيها امنيا؟ منظمه العفو الدوليه اصدرت تقرير قبل اسبوع الان وتحدثت فيه عن جرائم الاغتصاب وعن كذا، وهؤلاء ناس مطلوبين امنيا وبحمايه قيادات امنيه ويتبنوهم، لماذا لم يتم القبض عليهم ضمن الحمله الامنيه؟ العمليه وما فيها كما قلت لك انه صراع نفوذ ومحاوله بس حاولت بس السيطره والهيمنه. هناك ثارت قبليه تثار انه زميلنا هذا قتل، زميلنا هذا قتل، وبعدين تستثمر سياسيا من اجل فرض سيطره جهات معينه او اطراف معينه على قطاعات داخل المدينه. ان احنا يا اخي كمدنيين، احنا لا نتحدث الان باعتبار نحط طرفا في الصراع، ليس لنا علاقه بكل ما يحدث، لكن نحن كمدنيين من حقنا ان نحافظ على حياتنا، على اشغالنا، على ارزاقنا، على ان نحن نستخدم كوقود وكحطب لهذه المساومات وهذه التفاهات وهذا الاستغلال القذر، يعني للاوضاع التي تعيشها مدينه تعز والانهيار الذي تعيشه مدينه تعز، نحن نستخدم بهذا الشكل. هذا كلام عيب يجب ان يتوقف. ومحافظ المحافظه حسب اعتقادي انه للاسف يعني تم تغيير قراره بقيام بتنفيذ حمله امنيه فوض بها اشخاص للاسف لا يمتلكون اي احد من المسؤوليه ولا يستحقون الرتب ولا يستحقون المواقع التي حصلوا عليها او التكاليف الذي هم فيها. للاسف محافظه ليس لديه احد يعتمد عليه، وبالتالي هؤلاء الاشخاص يستخدموا هذه الصكوك من اجل تمرير اجندتهم وصالحهم. لكن حتى اللحظه لم يصدر اي تعليق من قبل المحافظ وقياده المحور العسكري، ما صدر هو ربما بيان من اللجنه الامنيه. تشتي من الشرطه يا اخي، حادقي نزلنا من السماء يشيلنا من هذا المكان ومن هذا الوضع، اصبحنا يا اخي في حاله ما نعلم الا الله، مستائين منزعجين في حاله قرف، لا نستطيع ان نعمل ولا نستطيع ان نعيش ولا نستطيع ان نخرج ولا ان ندخل ولا ان نشتري ولا ان ناكل ولا ان نشرب. لمن الى متى سنظل احنا يعني رهائن بيد هؤلاء الناس العابثين؟ الى متى؟ طيب سأعود لك استاذ عبد الهادي، ابدا معك من النقطه الاخيره التي يتحدث عنها. اليوم المدنيين داخل المدينه مع تنفيذ هذه الحمله يقول انهم ما زالوا واصبحوا رهائن داخل المدينه، صحيح ان الناس يطالبون بفرض الامن، لكن ما يحدث اليوم من حمله وتركيزها في منطقه معينه هو هناك مخاوف ومخاطر كثيره بالنسبه للمدنيين. ايضا طرح الاستاذ احمد تساؤل اخر، لماذا الحمله الامنيه اليوم متركزه في منطقه معينه داخل محافظه تعز، مع ان هناك الكثير من الاماكن التي فيها اشكاليات امنيه وفيها الكثير من المطلوبين امنيا؟ اعتقد هذه المساله لا احددها، انا لست مدير الامن ولا اعرف الحيثيات، لكن ما رشح لدينا من معلومات ان هنالك قضايا وهنالك مطلوبين امنيا محددين في محاور محدده داخل المدينه. المدينه قسمت الى مربعات امنيه وهناك اولويات لكل مربع من المربعات. اللجنه الامنيه وجهت بمقاومه شرسه في بعض الاماكن في المدينه،
وبعض الأماكن التي دعمتها جرى اعتراضها من بعض قطاعات عسكرية، وبالتالي تم التعامل أي أن المسألة أدت إلى نوع المقاومة هي من فروات أداء التعامل. هناك من يحاول كما تطرح اللجنة الأمنية أن يكسر إرادة اللجنة الأمنية، وبالتالي يحدد كما قيل طريقة أداء المحاسب وطريقة أداء المحور وطريقة أداء جهاز الأمن ووزارة الداخلية. هذه الإشكالية القائمة، هذه الوزارة وزارة سيادية وبالتالي هي جزء من الأدوات الخشنة ولديها أولويات وأولويات وأسماء ومحددات. ده الأمن يقول أنه عطلت عليه 3 حملات قبل ذلك لإلقاء القبض على مجانين متهمة بقتل أفراد ينتمون إلى الجيش، أيضا متهمة بقضايا أخرى لا أعتقد أننا مصرح لنا أن نتناولها باعتبار أن الحملة قائمة إلى أن تنتهي الحملة. أدهي التعامل مع كل من الجهاز الأمني والجانب الأسري يحتاج نوعا من التعامل الخاص. المسألة ليست قضايا الأفراد أو قضايا الخلافات السياسية أو غيرها، هذه مسألة مرتبطة. أعتقد أن تصريح السفير الأمريكي اليوم واضح في عدم، تصريح السفير الأمريكي واضح في عدم، تصريح السفير الروسي أيضا كان بالأمس واضح حول هذه المسائل. هنالك توجه حكومي وهنالك دعم دولي لإعادة فرض الشرعية كمؤسسة في كافة المحافظات وتعز جزءا منها. هنالك بعض الجماعات التي سيطرت كما يفهم ويطرح على بعض المناطق واعتبرتها حقا لها، حضرتها لتأكلها هي. هذه المجاميع سواء من المقاومة أو الجيش، هي من كانوا في المقاومة أصبحوا جيشا للجمهورية وبالتالي يعملون تحت سيادتها. عليهم هذه المناطق التي سيطروا التي أغلقوها كما يجري في الواقع، عليهم تسليمها إلى الأجهزة الأمنية ثم الانتقال إلى خطوط التماكين مثل الجيش، وبالتالي يجب أن تسلم للجانب الأمني. بالنسبة للأمن محدد أن لديه أسماء مطلوبين، وقال التقرير أنهم فقد 1 عاقلهم وجريح وعددا من الجرحى، وأيضا ألقوا القبض على مجموعة ولديهم قضايا مؤدلة كانت في البحث الجنائي كما هو واضح من تصريح اللجنة الأمنية. اللجنة الأمنية هي أعلى سلطة في المحافظة، يرأسها المحافظ وينوبه قائد المحور، وهي على سلطتين في المحافظة، أي أن بنية اللجنة الأمنية هي أعلى سلطة في ظرف محدد عليها إعادة الاعتدال للجانب الأمني وتأمين المواطنين. وهذه القضايا صحيح أن اللجنة الأمنية هي السلطة الأعلى داخل محافظة تعز، لكنها على مدى السنوات الماضية لم تستطع فعل شيء، ولو كانت قادرة على فعل شيء أستاذ عبد الهادي لكان ما وصلنا إلى اللحظة الآن. طيب سأعود لك أستاذ عبد الهادي، أعود مرة أخرى وأخيرا للأستاذ أحمد شوقي. أستاذ أحمد شوقي، من حق المواطن في تعز أن ينعم بالأمن والاستقرار وأن يأمن على حياته، لكن هناك مطالبات اليوم بفرض الأمن داخل المدينة، ما هي الآليات وفق الإمكانية المتاحة برأيك التي يمكن من خلالها فرض الأمن وعودة الاستقرار إلى المدينة؟ والله يا أستاذ، فرض الأمن لا يتم عبر المطلوب أمنيا، بمعنى آخر أن الآن من يتملون السلطة والسلاح داخل محافظة تعز بشتى انتماءاتهم، يعني هناك قطاع بينهم أو مجموعات منهم هي مطلوبة أمنيا، وهي من تتحدث اليوم عن بسط الأمن وفرض السيطرة ويعني إعادة الشرعية والكلام، هذا الكلام الكذب كله. تمام الإخوة، للأسف نحن تعودنا على الكذب والنفاق والمزايدة والدجل والفتوى داخل تعز، فتوى بالباطل بدون علم بشكل كبير جدا، وأصبحنا لا نفرق ونعتبر أن كل شيء أصبح زي كالمزاح. تمام، كان يجب على هؤلاء جميعا أن يفتحوا ويخجلوا ولو كان لديهم حس مسؤولية لما وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن. إذا كان هناك مطلوب أمني واحد فقط واحد وليس مجموعات كما يتحدثون، وأصبح القبض عليه سيتسبب بضرر على المواطنين وسيتسبب بترويعهم وسيتسبب بقتلهم وسيتسبب الإضرار بهم، فمن الأولى أن تستخدم الأساليب السياسية والأساليب الاجتماعية والمشيخات والعلاقات لماذا يعني برر خلال 40-50 سنة الآن من ثورة سبتمبر لليوم ونحن نبرر الجانب المشيخي والجانب القبلي والجانب الكذا وتقبل هذه الأشياء وتمر ونحن نبلعها
يعني مثل انعدام الخشب داخل حلقنا نبلعه. لماذا تبرر من اجل انه حياه المدنيين ومستقبل المدنيين لماذا الشرعيه غايبه 4 سنين ونحن نبلع هذا الكلام ونحاول ونبذل الجهد ومن اجل المدنيين وحياه الناس؟ احنا لا نريد ان ندخل الفوضى. الان هم يسمعوا الفوضى، الان هم يمارسوا الفوضى، الان هم مارسوا السعر والانتقام. اخبرتك اخي العزيز، قلت لك لا توجد حمله امنيه تحرق بيوت، لا توجد حمله امنيه تقتحم بيوت، لا توجد حملة أمنية تضرب بهذا الشكل العشوائي والمجنون، لا توجد حملة أمنية تتخذ المدنيين ذروعا بشرية. يعني لا أكثر الحملة الأمنية الوحدة حتى على الطرف الآخر، هم كلهم في سلة واحدة. نحن لسنا يا أخي يعني بيادة بيد هؤلاء الناس يلعبوا فينا ويقتلوا الناس ويعني ويفرغوا الأطفال ويروعوا النساء. الناس حي الصين والمناخ مرعوبين. يعني اليوم يا أخي نقيب محامي تعز أمين عن نقابة المحامين في تعز يعني عمل مناشدة داخل المبعوث الأممي لرئيس الجمهورية رئيس الحكومة يقول لهم أنا الآن أكتب لكم أطفال يصرخوا مرعوب من حالتهم حالة. قبل فترة بسيطة قبل 6 أو 7 أشهر يعني بنت الأخ عادل العقيبي هذا من سيرة تنظيم أحد الشعب الناصر أصيبت من العصبية وأصيبت بالشلل بسبب هذه الممارسات بسبب هذه الاشتباكات. يعني هكذا فجأة الصبح يصنفوا ويخزنوا فكروا يا مصدر يعملوا لنا اشتباكات وبعدين يلا كل واحد يخرج يوصك واحد يقول لك حملة أمنية واحد يقول لك دافع عن نفسي واحد يقول لك أنا معي مقتول واحد يقول لك فوضى. هؤلاء يمارسوا فوضى. هؤلاء لو كان عندهم ذرة إحساس ذرة مسؤولية كانوا قابلوا الشرطة العسكرية مولوها كويس قالوا عسكرية شرطة عسكرية غير حزبية كانوا يعملوا يا أخي قابلوا القضاء العسكري تمام فعلوا أدواته كانوا خلوا القضاء المدني فعل أدواته. اليوم يا أخي تلفاني مطلوب أمنيا في مناطق وفي مربعات وفي تحت سيطرة وتحت قيادة هؤلاء الذين يمارسون العمل الأمني والذين يدعون أنهم مسؤولين الحملة الأمنية والعمل الأمني يبدأوا يسلموا الذي عندهم يبدأوا يسلموا عناصرهم الذين هم متهمين بارتكاب الجرائم والذين مارسوا القتل مارسوا النهب مارسوا الاعتداء تمام وبعدين يروحوا يشوفوا الآخرين. أبو العباس هذا إذا وجد عنده 4-25 شخص أقول له يا أخي سلم الذي معك مثلا الذي معنا إحنا كلنا يا أخي صراخ ضد أبو العباس وضد غيره تمام أشكرك. لكن أن يكون في انتقائية وفي مزاجية وفي مقاومة بروح الناس بيشتغلوا 3 أيام بعدين بيصطلحوا ولا بدل الصفقات ولا زي كذا خلاص وانتهوا بعد أسبوعين بتلاقوا ويمشوا مع بعض وكلهم حبايب وين الضحايا المواطنين وبعدين دور الآخرين. كم قتلوا من هذا أفراد الجيش والأمن يسموا أنفسهم أفراد الجيش والأمن؟ كم قتلوا مواطن المدنيين؟ وكم عبسوا أرواح الناس؟ كم عبسوا ممتلكات الناس؟ كيف يحاقوا أنفسهم وكيف يحاسبوا أنفسهم أول شيء قبل ما يقولوا يحاسبوا الآخرين؟ عارف هذا الكلام قبل ما يقبروا الأرواح لا يبدأوا الحاجة يرفعوا أنفسهم من جمال يخلقوا الجبهات اشمعوا داخل المدينه جالسين يقاتلوا بارواح الناس. يقال ان الهدف من هذه الحمله اليوم اخراج المعسكرات من داخل المدينه هكذا اعلن في الاهداف المعلنه لهذه الحمله. اشكرك جزيلا استاذ احمد شوقي احمد. وفي اخر دقيقه في هذه الحلقه اختم مع الاستاذ عبد الهادي العزعزي من وجهه نظرك كيف يمكن العبور اليوم بتعز من خندق التناحر الداخلي في ظل الامكانيات المتاحه والمتوفره بيد الاجهزه الامنيه التي يقال انها هي من تقوم على هذه الحمله والتي لطالما تعذرت بشحه الامكانيات وانها لم تستطع خلال الفتره الماضيه انجاز اي شيء. اعتقد ان الحمله الامنيه بدات من مدينه الطوبه، تم ازاله كافه العشوائيات، تم ازاله البسطه على الشوارع، تم ازاله البصقات، اعاده تنظيم الحياه والعمليه مستمره. حققت الحمله في التربه نجاحا كبيرا وهنالك الان تفعيلا للجان الامنيه الفرعيه بالمديريات، هنالك عملا امنيا متكامل من ضمنها ايضا هيكله جهاز الامن بالمحافظه واستكمال ادواته واستكمال ادوات القضاء، هنالك حديثا عن محكمه امور مستعجله في المحافظه وايضا استدعاء للقضاء العسكري، تدخل الشرطه العسكريه في المدينه لأن هنالك عسكريين مطلوبين وقاوموا السلطات العسكرية الممثلة بالاستحواذ وهو القائد العسكري، وبالتالي التعاون بين جهازين جهاز الأمن العام والأمن المركزي للتعامل مع القضايا الأمنية التي تخص المواطنين، أما جهاز الشرطة العسكرية فهو للتعامل مع العسكريين. حسب ما هو معروف في الأعراف العملية تدار من قبل اللجنة الأمنية وبمباركة كل من وزارة الداخلية والحكومة اليمنية وهي توجيهات تتحكم فيها الحكومة، وأقول أنها ضمن سياق وتوجه عام ليست في تعز فقط ولكن في بقية المحافظات تشهد نفس العملية. هذا ما صرح به الأمريكان كداعم للحكومة حضور السفير الأمريكي والسفير الروسي إلى أشرت إلى هذه النقطة سابقا. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الهادي العزعزي في الأسابيع القادمة هو عمل حكومة منظم. شكرا جزيلا لك عبد الهادي العزعزي الكاتب والمحلل السياسي. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة مهرب في أمان الله.